سمحت تقابليني لأنه حسيت في عندك شيء مهم بدك تحكيه، وأنا بالعادة ما بخلي السجين يطلع برات النظارة تحت أي اعتبار. سجين؟ طبعاً سجين، لكان ضيف. سيادة العقيد أنا بدي مساعدتك. التهمة لابستك لبس وما في حدا بيقدر يساعدك. التهمة مزبطة منيح، وحتى لو ما كانت مزبطة رح تلبسني. شو بتقصدي؟ قصدي واضح سيادة العقيد، كل مرة تهمة جديدة ومحبوكة منيح. كيف ما بعرف، بس أنا هذا مو موضوعي. شو هو موضوعي؟ بدي أشوف طلال. طلال؟ شو بدك فيه؟ سيادة العقيد أمل لي لقاء معه، وأنا واثقة إن مشكلتي رح تنحل. أوف 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 أوف، منين جبتي كل الثقة؟ لأنه مشكلتي هي رضا الأستاذ طلال. مشكلتك إنك خرجتي عن قانون. قانون شو؟ قانون مين؟ القانون اللي بيمشي على الكل. القانون اللي بيمشي على الضعاف. أنا خلص ما أقدر أتحمل. العين ما بتواجه مخرز، هذا الشيء عرفته وفهمته منيح. لذلك سيادة العقد أنا بدي مساعدتك. أنا ما بعرف مين طلال. واحد ادعى عليكي ومعه إثباتاته وشهوده. لو ما بتعرفه ما كان استرجع يضربني قدامك. أنا بدي أشوفه لطلال لحتى أطلب إنه يسامحني. رح بوس إيدي ورجلي. أنا خلص عرفت إنه هي قسمت من نصيبي وردي علي فيها. طيب أنا رح أحاول أستدل على عنوانه. تكرم عينك. يا رامسي خذها يا ابني. رغم كل محاولاتك للتخلص من الضيعة وطيبة أهل الضيعة، بس المشكلة بتضلها لابستك. عمي أنا اليوم واحد تاني، أما أعرف حالي. لا لسه مشوارك طويل، بس بشرفك أني أحسب عامر القديم ولا عامر الجديد. صدقني مالي عرفان، وقت بتسكر الجامعة بحس بغصة بحلقي، وقت بشوف العالم كيف صارت تتعامل معي بحس حالي عملت الصح. بكرة بتشتري الشهادة يلي بدك إياها، ملك شايفهم كلهم صاروا دكاترة. بإيش أخذوا الدكتوراه؟ بالسلطة، لا بالقراية ولا بالسهر وجع العيون. عمي شو مشان جواد؟ هذا الأزعار لازم يتربى. كلبشتك اللي جابت نتيجة، هلا صار يحسب لك الف حساب. والله لو ما كنا محتاجين بالمراحل القادمة لربيت فيه كل سوريا. وكيف بدها تنحل القصة؟ يا عامر بدي اياك تنسى على انه في مشاكل ما لها حل، بس تكون السلطة بإيدك، حتى المصاري بتوصلك لحالها. شو لازم سوي؟ لهالمرة لازم تحلها لحالك. بدي اختبر ذكائك، بدي اطمن على انك صرت نسر مو بحاجة لمين يطعميك أو يعلمك الصيد. عمي أنا فيني حلها لحالي، فيني حلها، بس رح أصلي. كل حرب فيها ضحايا، المهم نكون نحن الأقوى. حتى حساب ناس ضعاف؟ على حساب البشرية كلها. هذا الكون ما بيعترف إلا بالقوي. بس في قوي بيراعي أهله وناسه. بس تمتلك كل المفاتيح بتعمل حباب وطيب. عم تفهمني؟ بعتقد اني ما افهم، بس خايف اتحول لواحد بشيء. لا تخاف، بكره بيروح البشيء وبيظهر الحلول. انت عم تأسس، والتأسيس بده قلب ميت. الو، اهلا.
أهلين مين؟ أنا سماح رفيقة فيروز بالجامعة. أهلين بنتي، طمنيني عنك. أنا منيحة الحمد لله. فيروز عندك؟ فيروز ما إجت هالأسبوع، ليش مالها بالشام؟ لا خالة، بس أنا هلأ وصلت من السفر ففكرتها لساعتها مسافرة. لا والله ما إجت يا بنتي. إيه خلص، معناته بتكون هلأ رجعت على الغرفة. بدك شي منها خالتي؟ أخي بدي أسألك سؤال وبتمنى ما تفهمني غلط. تفضل. معلش ما تأخذني، أنا شو بضمن لي إنه نوصل الخرفان عشري وعدم المؤاخذة وما تسلمنا فورا؟ لك يا زلمة هذا اسمه تخوين، وأنا سمعتي بالسوق مثل الذهب، وبحياتي ما أكلت تعب حدا، وأنت بعدين لا تسلم حتى تستلم. يعني عدم المؤاخذة يوم التسليم بيكون راتبك 500 عفريت، يعني بس بدك تسلي. شو يا إبراهيم؟ شايف صاحبك قاعد يشك فيني. لا يا معلم، سلم بده يفهم شو القصة، لا تزعل منا. تراني ماني زعلان، بس أنا ما أحب حدا يشك فيني. أخي مرحبا عليك. أهلين. أعطيني ضمانة. ولي يا زلمة، ضمانتي الوحيدة كلمتي، وإذا مو عاجبك أنت وياه أشوف غيركن. هسا لو تجعل لي راسي أنت وياه. طول بلا فراس، طول بلا دقيقة. يستر على حريماتك، شباك الدنيا كلها أكل ورد. إذا سلوه ما بده أنا بشيلها لحالي. ياك شو تشيل لحالك ما تشيل لحالك؟ سلوه هالشركة ما بدي إياها. أخي تعال نحكي لنا كلمتين. نحكي. خلاص أخي. على بركة الله. أنا بطلت هالشركة. لك شبك إبراهيم؟ أنت شبك طلعت نظار قدام فراس، مصاريك بجيبتك، يستر على حريماتك تخرب علي. إبراهيم فرطبا شبك. أخي فراس، يعني عدم المؤاخذة، بدنا إياك تسلمنا بالسوري، لأنه مثل ما بتعرف البنوك مصعبينها شوي. ما يخالف، ندبر بالسوري، في شيء غيره؟ والله ما بعرف، خجلان منك، حاسس كلامي هيك عم يجي عليك مثل قتل على الراس. قل لي شو بدك؟ يعني بدنا نعرف ساعة التسليم قبل بيومين، طبعا بعد إذنك. ولي يا زلمة، هذه من أساسيات المصلحة، وأني خبرك قبل يومين، على أساس قاعد تشاطر عني هسا؟ لك لا والله مو قصة شطارة، بس هيك حتى أكون على بينة. أقول لي في شيء ثاني؟ سلامة روحك يا فراس، ما في شيء. طب السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. الله معك حبيبي. الله معك. جذبتك وخلاصتك، رح تتروع علينا كل القصة. لك يا فهيم، بدنا نحط اللي فوقنا واللي تحتنا، كان لازم نختبره هالزلمة. واختبرته يا عرق عيني؟ اختبرته وطلع تمام. يعني طمنت؟ يعني هلا واحد صار فيه بيع البيت وهو مطمن. ادخل. احترامي سيدي. خبي ابو طارق. والله يا سيدي مش عارف شو بدي اقول لك. مقصوف الرقبه. تقول فص ملح وذاب. شو يعني ذاب؟ ها؟ شو يعني ذاب؟ بدكن تلاقوه. لو بدكن تقلبوا لي بيوت مخيم بيت بيت، بدكن تلاقوه. سيدي هذا اللي راح يصير. بس المشكله ما حدا بيعرف اسمه. كل ما سالنا عن محمد قدولي بيقولوا ما بنعرفه ولا سمعانين فيه. نرجع نسألهم عن أبو الطحين بيقولوا ها عرفنا بس ما بنعرف وين أراضي. لك أنا شو بدي بالحكي؟ ها؟ بدي إياه من تحت الأرض. طيب سيدي طيب، ولا يهمك. ما أنت كل مرة بتقلي ولا يهمك. والله يا سيدي عم نساوي جهدنا وما عم نقصر أبدا، بس يظهر إنه هربان طالع برات الشام. روح روح مخلطي روح. حاضر سيدي. أبو طارق لازم تلاقي لي إياه والخدمي، ما رح أسألك إياها. ولو يا سيدي صدقاً ما عم يهدالي بال ولا عم بتهنى لا بأكلة ولا بشربة ولا بنومة مشان هذا الموضوع، ولا رح يهدالي بال إلا تألقته أجرجه وأزدته قدامك هون. ماشي. احترامي سيدي. شباب اسمعوني منيح، شباب بتفتشوا كل السيارات بتنكتوها نكت، وعلى هوا حمولة السيارة بتكون خرجيتنا، وكل ما زادت الحمولة ك
كبرت الخارجية منيح. كتر خيرك سيدي. وكل سيارة بتخبروني شو فيها لقلكن قديش بدنا ناخد منها. تأمر سيدي. يلا يا شاطرين، قديش تكون تجيبوا لي غلة اليوم؟ إذا غلتنا كبيرة أنتوا دائما معي بدوريتي. ولا يهمك، والله نشلحهم تيابهم سيدي. لا شباب لا، التياب حرام، بس المصاري. يلا شباب، اجت الرزقة، اجت الرزقة، روحوا هبشوا هبشوا.